فربنا يديها نعمة نفتح الفم. بسم الآب والابن الروح القدس الآن واحد آمين. ربنا يبارك. سلام يا جماعة. معلش هتتدبسوا فيا النهاردة، كان المفروض أنا وماجد بس معلش غصب عنه. وتسابونا طلب إن احنا نتكلم how to be kind of comfort zone for each other. ففكرت فيها بصفة أكبر شوية، يعني إيه comfort zone، يعني إيه أكون comfort zone لجوزي، ويعني إيه يكون comfort zone ليا. عايزة أسأل سؤال، هي السعادة دي اختيار ولا قرار؟ أنا عايزة كلام عملي، أنا مش واقفة يعني عايزة احنا كلنا بنتكلم مع بعض. يعني إيه الواحد فعلا يقرر أنه يكون سعيد أو يختار أنه يكون سعيد؟ ده ممكن ولا ده صعب؟ يا كلاب بتهز دماغها. صعب بس ممكن، أنت بتقول صعب بس ممكن. أي حد له رأي تاني؟ كلنا سعادة. تمام، اتفضل. تمام، الفرح يكون جوايا مش معتمد على اي حاجه خارجيه. تمام، فرح جينيوان، يعني انا فرحي من جوه، وده اللي بنقوله يعني هابينس وجوي بالانجلش بتبقى واضحه شويه. طيب تعالوا نتخيل كده بيت كل العلاقه اللي ما بين الزوج والزوجه فيه علاقه مطالب وماديات. هات، جبت، وديت، جبت الولاد، شوبينج، سويمينج، سوكر، عندنا باربيكيو، عيد ميلاد بنت مش عارفة مين، عيد ميلاد ابن مين. ده كل العلاقة الموجودة في البيت. علاقة تبقى شكلها ايه؟ هي علاقة تبقى يعني علاقة جافة جدا، حاجة يعني كده ملهاش طعم زي ما بيقول. ايه اللي بيدي العلاقه علاقه فعلا؟ يعني ايه اللي بيخلي العلاقه مع حد، انا تقعدي مع حد كده تقولي انا جوايا ارتاح، قلبي نفسي ارتاحت. مساعد بنقولها، في ناس كده تبقى مريحه تقعدي تتكلمي معاها تلاقي نفسك ارتاحت، مش عشان هم فاني او عشان هم لطاف او ظراف. مش عارفه ده بيعمل ايه معايا. لا، تحسي ان هو نفسك ارتاحت كده، تحسي ان روحك ارتاحت، بتتكلموا على ليفل واحد. مش بتحصل كده ساعات؟ فساعات بتحصل كده، وساعات تقعدي مع حد او تقعد مع حد لا تبقى يعني عايز تخلص القعده باسرع ما يمكن، مش بيتكلم على نفس الليفل، شكاي، ممل، كايند اوف طلبات على طول، فتحس ان هو لا، انت مش بتخاطب روح، انت بتخاطب روبوت عايز منك حاجات. فلو العلاقه بين الزوج والزوجه تحولت لعلاقه ماديه جافه من غير ما يكون في انفتاح وصراحه في المواضيع، عشان علاقه تبقى حلوه بجد لازم يبقى في صدق وصراحه وانفتاح. صح ولا انا بتكلم كلام نظري؟ اعتقد صح، اعتقد يعني لو حد عنده راي تاني يا ريت بجد نتكلم. انا يعني اعتقد ان الصدق في الموضوع، ان انا اكون صادقه مع زوجي وزوجي يكون صادق معايا، دي اهم حاجه. اعتقد موضوع ان انا اخبي او حد يخبي على حد، دي حاجه بتعمل شرخ جامد في العلاقه. اخبي مرتب، اخبي مصروفات، هداوي عليه مش عارفه ايه، هاخد من مصروف البيت بس مش هقول له ما هو ده تدبير، هعمل كذا بس مش هقول له ما هو مش هيعرف. هو مش عشان غلط وصح على فكره، مفيش حاجه اسمها غلط وصح. هو في حاجه اسمها انا كده مش صادقه مع نفسي ومش صادقه مع شريك حياتي، واتيفر زوج او زوجه، وبيخلي العلاقه فيها كده نوع من الغموض، فيها حاجه كده مش مظبوطه يعني. فتعالوا نتكلم ازاي نعمل فرح ونختار ان احنا نكون فرحانين. نختار، انا هصر اقول زي ما كلير قالت، فرحانين الاختيار، وحاجه جوايا ما تكونش ناتجه من الظروف. طيب عشان نفهم موضوع الهابينس والفرح، ويمكن اتكلمنا فيه كتير قوي بس انا هاخده من يعني من حته تانية عشان يعني يبقى نوع من التجديد شويه، عشان اتكلمنا في الفرح ده كتير خالص. انا دلوقتي واقفه اعمل ايه؟ بدي موضوع او بدي كلمه، فانا دلوقتي بالنسبه لكم ايه؟ مرسل، او يعني حاجه انا بعملها. انتوا بالنسبه لي مستقبل. في ما بيننا ايه؟ ما بيننا كلام،
دي اللي هي الرسالة اللي ما بيننا. تعالوا نشوف علاقتي بجوزي وعلاقتك بمراتك وناخدها في الحتة دي ونحطها في الحتة دي ونقول تبقى ناجحة ازاي. يعني تعالوا نقول مهارات، لان على فكرة الجواز ده جيم كبير قوي. يعني ده مش واحدة عندها 25 سنة ولا 28 سنة واحد عنده كذا واتجوزه وخلفه بقى شطار. اي اتنين يقدروا يتواصلوا جسديا، تواصل الجسدي ده سوري يعني اي حد ممكن يعمله، ما كانتش مش حاجة صعبة ان اتنين يتواصلوا جنسيا او ده مش ابسط حاجة، لكن يتواصلوا على مستوى الروح ده صعبة جدا، او العقل طبعا صح وتسمونه، او يتواصلوا على مستوى العقل. طيب هنتكلم بقى، هحط كده مبدأ عريض في الاول. هنتكلم عن موصل ومستقبل ورسالة في النص، بما ان علاقتنا مع ازواجنا عبارة عن، طبعا انا بتكلم في حتة يعني مش بتكلم على يعني الحياة اليومية ما بيننا طبعا، بس انا بتكلم على مواقف تخليني اعرف اخلق جو فرح في بيتي، مواقف انا مضطرة او مش مضطرة، ما ينفعش اقول مضطرة ولا I have to، هتكلم فيها مع جوزي وجوزي هيسمعني والحوار ما بيننا يبقى ازاي. مش بتكلم على الديلي لايف، بتكلم على حاجات مواقف معينة ممكن تكون في الحياة. هتكلم مع معلمنا يعقوب الرسول، يكون كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. تعالوا نطبق دي على كل بقى إيه الفترة اللي جاية دي، على يعني 20 أو 25 مينت اللي هنتكلم فيها. تعالوا نطلع النهاردة مع بعض، ما تطلعيش تقولي لجوزك سمعت إيه اللي حصل، تعالوا ناخد الكلام على نفسنا، بلاش نطبق، وانا بكلم نفسي اول واحده، بلاش نطبق كل حاجه ما انت كنت قاعد وسامع ما انت كنتش قاعده وسامع. تعالوا يا جماعه نكون بوزيتيف في تفكيرنا، اما يعني اي حد يلمسوا اي حاجه في الكلام ده ياخدها على نفسه، بلاش ياخدها على شريك حياته بليز، واتيفر راجل او ست، خدها على نفسك. انا محتاج اعمل ايه مش هو محتاج يعمل ايه. اعتقد هتفرق جامد قوي لو خدنا الكونسبت ده والبرسبكتيف ده واحنا بنتكلم. اول حاجه عشان ادي رساله رقم واحد، هتكلم اقول في الحته دي على الستات، تعالوا كده نتخيل حوار ما بين زوج وزوجه راجع من الشغل زعلانه وهي بيقول لها مالك مفيش، لا شكلك زعلان مفيش، انت كويسة؟ الحمد لله. لا لا بس شكلك متغير. لا انا كويسة مفيش حاجة، كل الامور كويسة. وبعدين مرة اتنين تلاتة، يعني انت مش عارف انا فيا ايه، يعني انا لازم اتكلم عشان كذا وكذا، ويطلع بوركان. اصلا انا لو قلتها ما يبقاش لها طعم، ده انت مفروض تحس بيا من نفسك. الحوار ده بيتكرر في بيوتنا كتير، صح ولا انا غلطانه؟ الهاي اكسبكتيشن منا كليديز بتدينا اكسبكتيشن ان انا زوجي مفروض يكون عارف انا جوينج ثرو ايه، انا النهارده المود بتاعي مش حلو ايه. واحنا ستات عندنا موضوع المود ده اب اند داون طبعا، يعني جوينج ذا مانس وحاجات كتيره، جوينج ذا ييرز، وكل مرحله بيبقى لها المود بتاعها. طب انت متوقع، اتكلم في الحته دي، انت متوقع من زوجك ان هو يعرف انت مالك بناء على ايه؟ يعني هل هو كان معاكي سوزه يعني زداي؟ هل هو ممكن يكون عندك حق على فكره في اللي انت بتقوليه، يعني انا ست مش بهاجم الستات بس ممكن يكون عندك حق فعلا، ممكن يكون هو نسي مثلا مناسبه، نسي اول مره شافك فيها، وطبعا المناسبه دي ما تتنساش يعني حاجه ريماركبل. انا بتريق I'm being sarcastic. دي حاجة ما تتنساش، ازاي ما تفتكرش اول مرة انت شفتني فيها؟ لا هو ناس يقولك انت كنت لابسة ايه ساعتها، لا سوري يعني انت كده عندك high expectation من from nowhere يعني، بس احنا مش عايشين في يعني الموضوع يعني لازم تطلعك. ممكن لو نسي عيد ميلادك ليك حق، يعني ليك حق تزعلي، بس هو هيعرف منين ان انت زعلانة غير لو اتكلمتي؟ بلاش يا جماعة احنا كستات نبقى عندنا الحتة دي، معلش ممكن انت لفتش نظره الحاجة وهو نسيها، معلش اتكلمي مرة تانية، ما هو هيعرف اللي جواكي ازاي من غير ما تتكلم، ما احنا كلنا بنتكلم في كل حاجة. اشمعنى ما بتيجي عند حتة الزوج تقول ملهاش طعم لو اتقالت؟ لا ليها طعم، ليها طعم،
ليها طعم، ليها طعم ان انت كسرتي من نفسك شويه الهاي ان هو ما يعرفش. لا يعرف، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لو واحده صاحبتك وبتعزيها هتقولي لها بمحبه، هتقولي لها اشمعنى عند زوجك لازم هو يعرف لوحده؟ معلش اكسري ذاتك شويه، اطلعي من الهاي اكسبكتيشن. الرجالة سمعتوا الموضوع ده مليون مرة، البوكس ومش البوكس ومركز في حاجة والكلام، وده حقيقي، ده مش قلة قدرات منهم، سوري يعني مع احترامي لكل رجالة، رجالة مانجر وبيزنس مان وهي كان ليد لايك 300 اندر هيم يعني اندر هيز كنترول، ما شككش في كده خالص، بس بيجي في حاجات بيفوت يعني بينسى، ما عندوش الديتيلز بتاعت الستات، ما عندوش ال الاورجانيزيشن والمالتي، الدماغ اللي بتفكر في ميت، كل واحده هنا قاعده في دماغها يعني مش اقل من 100 حاجه مثلا بتفكر فيها، اللي هيتعمل النهارده وبكره وهتقول والرساله والايميل المطرد، وان كانت شغاله ببزنس وها 600 حاجه تانية. فممكن الراجل هو خلص قفل خلاص، احنا هناكل ايه بكره؟ بس ده كده اقصى طموحات الحياه، مش عشان قله قدرات، ده طبعا ده طبع وده ما يقللش منه حاجه، بالعكس بالعكس. ف أول حاجة اتكلمي عشان يعرف، عشان يحس، عشان يغير. مش غلط ان انت تتكلمي، مش غلط ان انت تعبري، مش غلط ان انت تقولي، مش هيقلل منك حاجة، وانت بالنسبة لك بالعكس ده بيخليك زوج حنون وان انت بتسمع. فرقم واحد اتكلمي. لو كلمتي مليون مرة وهو سوي ما بين قوسين مستعبط أو شوية يعني مطنش، دي حاجة تانية بقى، بس هقولك برضو تاني اتكلمي، حتى لو اتكلمتش 100 مرة ونخليهم 105 اتكلمي تاني. بالظبط بالظبط، قلت ابونا بيقول نتكلم الموضوع ايزي، مالك انت زعلانة من ايه؟ مش لازم 10 مرات مالك، ومش لازم 10 مرات انت مش عارف عندي ايه، ومش لازم اللوم الفظيع اللي بيتقال قبليها وازاي انت ما تعرف، مالك اتكلمي، اتقالي مره اتنين بس مش مالك، وما تزعليش اما هو يقولك لا مش عارف، لانه هو فعلا مش عارف، is not making up، هو فعلا مش عارف. الرجاله يعني straight فوق مش عارف، مش عارف، احنا ممكن نعمل حاجه بس هم مش عارفين. فمعلش احنا الهاي اكسبكتيشن عندنا عاليه، بس مع الوقت اكيد كل واحده فهمت جوزها، اكيد فهمت ان هو مش قاصد يضايقها، فانت افتحي قلبك وافتحي لسانك واتكلمي. رقم واحد اتكلمي. تاني حاجة اتكلمي بلغة اللي قدامك مش بلغتك. كل واحد منا عندنا لغة، وعارفين كلنا موضوع لغات الحب الخمسة واتكلمنا فيها كلها. ايه هم لغات الحب الخمسة؟ احنا عدناهم 100 مرة بس نتكلم فيهم بسرعة. بوسي قولهم لنا بسرعة بليز. اتكلمي بقى. قولي واحدة منهم حتى لو مش هي. في في لغة التايم، الكواليتي تايم، تمام، وفي التاتش، yeah. أيوة افتكرتها من السكرينز اللي كان جوزك بيقول. والجيفت، yeah. وثاني عيال والتوكن، ما ده الكواليتي تايم، ما ده تبع الكواليتي تايم. هنفتي؟ لا، في لا، وال الخدمات، تمام، الافعال الخدميه دي غالبا دي عند الرجاله اكتر، yeah. والتشجيع، يس التشجيع، تمام تمام، very good teamwork، yeah. Yeah. Thank you. Sorry. تمام. لغات الحب الخمسه كلنا عارفين، وكل واحد فينا ما عندوش لغه واحده، ده انا ممكن اكون بتكلم الخمس لغات في وقت واحد. يعني احب قوي ان جوزي يساعدني في المواعين والبيت، واحب قوي يقول لي كلمه حلوه في عيد ميلادي، واحب قوي يشجعني ما اكون داون، واحب قوي التاتش الحلو والحنين. فكلنا ميكس من خمسه، بس لما تيجي تتكلمي اللي قدامك ما ينفعش تتكلمي بلغتك انت. يعني انت كست مثلا بتحبي التاتش، وبتحبي ان انت ما تكوني وي اشورنس، وان انت كذا وكذا وكذا، ما ينفعش اما هو يكون متضايق تروحي مثلا تقولي، تروحي تاخديه في حقه تحضنيه وتقولي معلش. لا هو مش عايز كده، دي مش هتبسطه على فكره، الموضوع مش هيبسطه، بالعكس ده يعني ايه اللي بتقولي؟ انا عايز حد يسمعني، يكلمني عقلك عقل. فلما تتكلمي مع جوزك ما تتكلميش بلغتك، كلمي باللغة هو اللي تفرحه.
تمام. الحتة دي يعني ساعات احنا بنغلط فيها او ساعات ما بنعرفش ايه لغة يعني ايه لغة بعض. جوزك ما بيحبش تفاصيل مثلا وانت very detailed person, او العكس جوزك very detailed وانت كده all over. ما يعني ما شفت الستات all over بس بنحب الديتيلز anyway. وانت ما بتحكي موضوع بتدخلي في ادق الديتيلز الممكنة وهو مش مستحمل. طب ما انا اتكلم لغته ورايح دماغي يعني هات المفيد, ما انت عرفتيه. طب انت ايه هدفك ان انت تقولي الديتيلز؟ بتريحي نفسك اتس اوكي okay. ممكن تحكيها في وقت تاني بس يعني اعرفي هو بيحب ايه ويعني اتكلمي بلغته. ما بيبقاش سامع. تمام انت شجاع. هو مش سامع من اول كلمه ولا مش سامع من اخر احترم صراحتك وشجاعتك. ثانك يو. يا يا بس ما فيش حاجه شغاله. برضو احترم شجاعتك وذكائك يا فوزي. بالظبط. وانت كنت هتقولي حاجه. يا مش دايما مالك مفيش بتبقى ان الست يعني عايزه الراجل يقرا افكارها من غير ما يعني ما هي تقوله, ما هياش يعني مش not expecting a magic power. بس مالك مفيش ساعات ممكن بتنتج من ان الراجل ممكن يكون يعني لما بيسمع يعني هو مجرد عايز يقول مالك وخلاص عشان يبقى حيلها, لكن هي لو قالت يبقى حيلها. لكن لو هي ردت وقالت له في ايه ممكن مش هيتفاعل مع الموضوع. أو هي عارفة إن هو مش هيحب يسمع. تمام. أو ممكن يكون فعلا عارف هي مالها وهي عارفة إنه عارف إن هي مالها, يعني ممكن يكون مزعلها في حاجة قبلها ومطنش وهي عارفة إنه يعني هي عارفة إنه أكيد عارف عشان كده بتقوله ما فيش يعني معناه ما أنت عارف. أوكي. بس مش دايما كل ما راجل هيقول لمراته مالك هتقوله ما فيش كده غلاسة يعني. ممكن يكون فعلا عن تجربة ان هي عارفة انه مش مهتم اساسا انه يسمع. انت ديتشي تو كيسز. واحد هي بتستجلب عطفه kind of, بتستجلب عطفه ان هو مش مهتم بيها فإتس a way to get the attention. بالظبط كده. بس to be honest it's not the proper way, لان ان جابت نتيجة مرة تانية التالتة هتبقى very boring at the end. طب ايه الحل؟ افرض هي وهي عارفة ان هو عارف او هي عارفة ان هو حتى لو حكيت له هو مش هيهتم مش هيعمل حاجة او يعني مش هيحاول يتكلم معاها ولا يقول لها طب في ايه. فبيقول لها مالك بتقول خلاص مفيش يعني ما توجعش مالي. اوكي دلوقتي احنا كده بنتكلم في كيس, نقول التو كيسز وبعدين ندخل في حلهم. اول واحدة واندا بتقول عليها هي حكاية مالك ويعني انت مش عارف او نظام سوي يعني تتقل من غير سوي هي بتتقل يعني وانت مش عارف ولو اتقلت ملهاش طعم والكلام ده للناس اللي جات متأخر. فواندا بتقول لنا هي بتقول كده to grab his attention لان هو في الاول مش مديها attention. زي ما قلت رأيي هتنفع مرة التانية التالتة وهما متجوزين جداد بس مش هتنفع طول العمر لان هو مش هيفضل يقولها مالك طول العمر وهي تقول له كده وتبقى جراب اتنشن. رايي في موضوع حاجه زي كده يعني رايي المتواضع لو في حاجه زي كده فعلا وواحده محتاجه الاتنشن بتاع جوزها تطلبه بقعده صريحه بقعده على مستوى النفس والعقل انها تطلب انا محتاجه اهتمامك انا برافوك يقول لها انت نكديه. ها يقول لها انت نكديه وانا مش يعني. انت نكديه دخلنا في ليفل تاني. انت محتاجه اهتمامي. مفيش راجل مش محتاج يحس ان هو المين سورس اوف باور فور اني ليدي يعني هو ده اللي بيديله الاحساس برجولته يعني كراجل انا مش كراجل يعني كراجل سوري طلعت بس هكمل الحته دي وهرجع لك تاني انا اسف. كراجل اي راجل عايز يحس ان هو ما هو انا لو بقيت ست وراجل في نفس الوقت يبقى انا يعني ايه فايدتي في الحياه لو انا عارف اعمل كل حاجه مع ان انا بعرف اعمل كل حاجه على فكره يعني الست
قوتها في ضعفها احيانا، لان انا لو ست قويه ومفتريه وبعرف وميت راجل وفعلا في ستات كتيره جدا تمشي بيزنس وتمشي بيوت وتربي عيال وهي فعلا اكتشوالي شيز نوت ان نيد، بس لازم تبقى ذكيه انف انها تحسس جوزها انها محتاجاه، والا لو ما حسستوش انها محتاجاه يبقى هو انا ايه فايدته في حياتها؟ بعدين امشي بتمشي كل حاجه وب100 راجل. في ستات بتفرح ب100 راجل، انا عن نفسي ما بفرحش بالكلمه دي خالص، لا حب ابين ضعفي لجوزي حتى لو انا مش ضعيفه في سبيل ان هو يحس ان هو الابر هاند. ممكن ما يكونش الاحساس ده في الاول ما يكونش جينوين، ما يكونش يعني، بس مع الوقت ما تزرعي جوه قلبك ان هو ان انت محتاجه له ويحس ان هو سورس اوف سبورت هيبقى مهتم لزعلك لما تزعلي يبقى. لكن لو انا كست عايشه كل حاجه وبعمل كل حاجه وبتصرف في كل امور وبربي العيال وهو دوره he's my husband يعني Mrs. whatever، طب هو يهتم بيا ليه؟ ما انا مظبطه اموري وعايشه حياتي في كل حاجه. يعني ده رايي في الحته دي، يعني عشان يكير يبقى انت محتاجه تديله اللي هو عايزه في الاول عشان تكير. هي حته مين اللي يبتدي؟ يعني هي حته مين اللي يبتدي؟ انا ابتدي فاقول انا محتاجاك ولا هو يشول سبورت؟ هو مش مهم مين اللي يبتدي، مهم نوصل للحل. يعني ده رأيي. الحاجة التانية اللي انت قلتيها سوي انا انت قلتي اول مرة هيقول عليها لا ان هي كيرينج او بتحاول تجذب اتنشن. تاني حاجة ايه قلتيها ايه في اول تعليق؟ معلش سوي انا نسيت. هيقول عليها نكدية؟ هيقول عليها نكدية. لو حد بيقول على لو زوج بيقول على زوجة نكدية، لو قالها في لحظة غضب تتغفر له. يعني لحظة الغضب ما بتبقاش كده، ولو اني انا بحب ان انا اناقش كل حاجة حتى بعد ما لحظات الغضب تروح وتنتهي احب اتكلم فيها واحنا صافيين. بس لو هي نكدية، احنا قلنا هنطلع من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دي، انا ممكن اعمل ايه مش هو يعمل ايه عشان نطلع ببوزيتيف اتيتيود. لو هو بيقول نكدية، طب انا ادور هل انا نكدية فعلا؟ هل انا مش بديل هابنس اللي هو محتاجه؟ هل انا مش جوه البيت مع الناس كلها بتضحك وتهزر ووي وجوه البيت بعيط واوق؟ ما هو في سبب، يعني حتى لو مش صح بس في جنرال اتموسفير هو طالع منه الكلمه دي. هو ما هي مش علاقه، مش نقطه الست ايه والراجل ايه، ممكن تصدق يعني المشكله تبقى معكوسه. يعني ممكن يكون في حد مش مهتم يسمع التاني، طبعه ما بيحبش يسمع زي ما حضرتك قلتي تفاصيل كتيره. اي مشكله هيقول لك طب انت ليه بتفتحي الموضوع ده تاني مش خلاص قفلناه مثلا. اوكي طب ما انت ما رد ما او انت ليه او انت بتفتح لي الموضوع ده مش خلاص قفلناه؟ طب ما انت ما ردتيش عليا في الاول، او انت ما عملتيش الحاجه اللي انا عايزها، او انت ما ردتش عليا في الاول ما عملتش الحاجه اللي انا عايزها. في ناس عايزه تقفل على المواضيع وتاخدها غير سوبرفيشيال مش بنوصل. وده ممكن جزء، عارفه يعني عارفه يا وندا انت فتحتي نقطه مهمه قوي. ساعات كزوج وزوجة، انا مش ناسيك يا طلعت بس اخلص الحته دي. لا حته ال ان احنا ما بنخلص المواضيع وبناخدها فيري سوبرفيشيال من غير ما بنوصل للروتس وبنسيب المشكله موجوده بس بنعالج اللي على الوش، دي فعلا بتخلق جو زي ما قلنا كده في اي علاقه لازم يبقى فيها انفتاح وصدق وامانه في التعامل. فلو زي ما انت بتقولي كده حصل موضوع والموضوع ده ما اتعالجش من الروتس بتاعته وعالجنا بس المشكله اللي طلعت على الوش، طب ما هيتكرر تاني. بنقول بنفتح الموضوع ده تاني ليه؟ عشان هو ما اتقفلش حقيقي او ما اتعالجش حقيقي بمعنى اصح. يعني انا جيت مثلا حصل سي يعني كنا مع اصحابنا وحصل ان هو قال كلمه ما بسطتنيش، تعليق عليا ما بسطنيش، فقلت له انت ازاي تقول حاجه زي كده؟ فقال لك سوري معلش ما كنتش اقصد. الموضوع كده يبان انتهى، بس الاكشوالي احنا متفقين قدام الناس I have to respect، مش قدام الناس بس ده واحنا لوحدينا، لان انا ريسبكت كيان مش ريسبكت يعني منظر كده قدام الناس. فانا ما عليكش المشكله ما قلت له انت زعلتني قدام الناس، لا انت كده طلعت عن الفريم اللي احنا مفروض نعمله، مفروض في احترام ما بيننا قدام الناس ومش بره الناس. فانا معالج الموضوع بعالج من الجدر، طب انت زعلانه منك، انت زعلان مني في حاجه عشان كده قلت كده؟ ما هو يعني فهماني، اخد الموضوع من الجدر ومش اقول بس ان هو قال لي كذا مثلا انت ما بتعرفيش تطبخي مثلا،
الموضوع ده أثر في كرامتي النسائية جدا. إزاي يهني كده قدام أصحابي، كل أصحابي بيعرفوا يطبخوا وأنا اللي مش عارفة إيه، دي إهانة. طب هو قال كده ليه؟ ما هو أنا عالج بقى البتاع مش عشان يقول سوري وخلص الموضوع. فحتة إن إحنا بنسيب الأوبن إند دي أنا عن نفسي مش بحبها، بحب أوصل لنهاية الموضوع والروتس بتاعته إيه وجزه إيه ونعالجها. مش نعالجها بصورة خناقة، أنا عليك بصورة محبة، بصورة رولز للبيت، رولز للعلاقة، فبتتاخد بصورة يعني فيها حب أكتر من يعني أكتر ما هي نقاش. أو كان أستاذ طلعت يقول حاجة وبعدين يقرر، تفضل. كنت هتسأل على حاجة. المفروض أي موضوع ما اتخدش بحساسية، يعني يبقى الموضوع مثلا نحكي فيه مرة ما نحكيش مرة تانية وثلاثة وأربعة، مرة واحدة واختصارة. ولازم تختار الوقت اللي هتفتح فيه الموضوع، يعني مش في أي وقت كده يكون مثلا وراء على الشغل مستعجل تفتح مع الموضوع، مش هيسمع. تمام. لازم تختار الوقت أهم حاجة المناسب. تمام. وتتكلمي في الموضوع، مش بتكلميش في الموضوع بس في الوقت المناسب، ما تزودش الموضوع كل يوم تحكي فيه كل حديثك. هو مرة واحدة وخلاص. تمام. حضرتك اتفقت أنت ومجدي في الديتيلز الكتيرة، شهد شهد من أهلها يعني، وتشيز معروفة مش حاجة جديدة. الديتيلز الكتيرة بتعمل too much يعني هيدك أو too much، فحلو كويس. انا لو عرفت ان جوزي ما بيحبش ديتيلز يعني doesn't يعني خلاص مش لازم اقول ديتيلز، انا هقول نهايه الموضوع. حلو قوي الحته اللي حضرتك قلتها في الاول، ما ناخدش المواضيع بحساسيه. القلب الابيض ده حاجه جميله يعني، اشكرك ان انت قلت الحته دي، نقطه حلوه قوي. القلب الابيض واللي هو ما اخدش المواضيع بحساسيه، الحساسيه في الاخر بتبقى نفس كبيره. اتكلم عن نفسي، نفس كبيره اللي هو الحساس قوي 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 ده بيبقى يعني عنده ذات عالية شوية، يعني مين يغلط فيه لا، فبيترجمها على أنها أنا حساس وما حبش حد. لا، ما أنت حساس قوي 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 ليه؟ عشان أنت بتحبش حد يغلط فيك. فساعات الحساسية الأوفر دي بتبقى النفس كبيرة من جوه. فقعدة صافية مع النفس قبل الاعتراف أعتقد هتوضح خلاجات نفسي وقلبي من جوه ايه. انا فعلا بعمل كده عشان بحب جوزي وحريصه ان بيتي يبقى سعيد، ولا انا نفسي من جوه عباره عن بالونه كبيره ومش عايزه حد يقرب لها. كارو كنت هتقولي حاجه، اتفضلي. كنت حد رفع ايده، سوري. بوسي، سوري. انا كنت عايزه اعلق على رندا كلامها، يعني في اكزامبلز ان بنلاقي طرف من الطرفين مش بيعمل كوميونيكيشن ات اول. ليه؟ لأن هو بيبقى عنده نقط ضعف كتيرة قوي وأخطاء كتيرة قوي، فمش عايز إن الطرف التاني يقرب ناحيتها، فبيقعد يقول إحنا قفلنا الموضوع ده، أنتي نكادية، أنتي مش عارفة إيه، ويفضل يبوش باك يبوش باك يبوش باك عشان مش عايز يوصل لجذور الموضوع علشان الموضوع يتحل، لأنه في الأغلب بيبقى الغلط من الطرف ده. أوكي. الشخصيات دي في الأغلب بتبقى زي ما أنتي ما قلتي الذات بتاعتها عالية، مش عايزة تشوف أبداً إن هي غلطانة. لو حاولتي تقربي منها بأي شكل من الأشكال، حتى لو مثلاً اخترتي الوقت المناسب وقلتي الكلام المناسب، كنتي very patient وقعدتي مثلاً مع حد مشورة قبل ما تكلمتي، مفيش مدخل، هم قافلين لك كل المداخل وعايزينك تتعودي إن الحياة تبقى كده. بس مطلوب مني إيه؟ أنا هعمله لك. That's the life. الولاد اللي انت قلتي بالظبط، فالحياه بتتحول، بيكون طرف من الطرفين عايز يصلح العلاقه وعايز يخلي الدنيا تبقى بيت مسيحي كنيسه صغيره، والطرف الثاني actually he doesn't care he or she يعني whatever يعني واحد او واحده whatever، ان اللي عنده ديفكت كبير قوي في حياته بيبوش باك دايما، ما يهموش ان العلاقه دي تتصلح مهما الطرف اللي هو البوزيتيف حاول يصلح، التاني بيبوش باك. تمام. مين يعني حاسه اكتر انك بتتكلمي عن اسره الكوميونيكيشن موجود، ممكن نقعد مع بعض مثلا قاعده حلوه بره ونتكلم ويبقى في حوار رايح جاي وواحد بيستقبل وواحد بيرسل، لكن الحقيقه يعني للاسف ان اغلب البيوت ده مش موجود فيها. انا اسفه ان انا اقول كده، بس دي بقت وضع حالي، ان الحياه تحولت انت عايزه ايه وانا هعمله لك، بعتي لي رساله بالطلبات هجيبها لك وانا جاي، and that's it. انا هساعد ميرا شويه. انا عارف انها قادره ترد،
كلامك مظبوط جدا يا كلير، ان فعلا ربما الكلام يا اسمعوني يا بقى يا اولاد هقول كلام مهم، اسمعوني يا حلوين اسمعونا. كلير قالت حته مهمه جدا عمليه، ان الكلاشات في البيت كتيره ومفيش التفاهم ومفيش الحوار، فالستاندر اللي بتتكلم عليه ميرا صعب. شو ده مقصود الكلام؟ صح كده؟ مش في أغلب البيوت، في بيوت جميلة طبعا وسوية والطرفين بيحاولوا أن البيت يبقى كنيسة حقيقية، لكن للأسف مش في أغلب البيوت. Yes, you're right. خلينا نتكلم على الجزء ده اللي هو اللي بيعاني ده. مفترض أن الزوج تعبان في نفسه وفي عقله، أو مفترض أن الزوجة هكذا، ما هو مش كلنا سلام، أو مفترض حد عنده ضعف في حاجة معينة أو الأخر. أوكي؟ إحنا اللي بيربطنا ببعض حب، وحب مش هو الحب الشهواني ولا الحب الأناني، ده حب المفروض من القلب مدشنه رب المجد يسوع. هقول لكم بقى إيه ما قيل عن الحب جوه البيت، ولما يكون في ضعف عند حد من الأزواج هو أو هي، ممكن تسمعوني بتركيز بقى. الحب لا يرى قبحا، قلنا في ضعف، في أزمة، في نفسية، في عقلية، في اعتياد، ولا الحب لا يرى قبحا، ليس لأنه أعمى ولا لأنه ساذج، لكن لأنه قوي كفاية ليستر القبح برأفة. الطرف الثاني في قبح أيا كان شكله إيه، أنا مش أعمى، أنا شايفه وبعاني، بس حبي أقوى إنه هيستر على هذا القبح أو هذا الضعف إيه برأفة. الحب لا يتغاضى عن العيوب لكنه يقبلها برضا، يقبلها برضا. وأغلب انقسامات البيوت لأن ما فيهاش الرضا اللي ربنا سمح به. لا يتجاهل السقطات لكنه يغفر كأنه الغفران فريضة عليه، وأقول فريضة دي لأن ده كان أمر من رب المجد يسوع. الحياة الزوجية الحقيقية نختبر فيها الغفران لو حصل خطأ من أشنع أنواع الخطأ. لا يخلق للمحبوب صورة وردية وهمية يسكن إليها في عالم موازن، إنما يرى تشوه الصورة الحقيقية، يلمسه، يتحسسه بحزن وشفقة، ويقرر ألا يهرب. في طرف بيهرب زي ما قالت كلير، وما عندوش حوار والعيوب عنده، أنا شايفة ده بحزن، ولكن في شفقة عليه. الحب بصير جداً، الحب حكيم جدا، لا يصدمه القبح ولا يحرك فيه شيئا من النفور أو الإشمئزاز، لأنه يعلم أن الجميع جرحه وتشوهه وأعوزهم جمال الله. أنا ربما في ظرف آخر أو في موقف آخر أنا محتاج جمال ربنا، فأنا صبري وشفقتي وستري وغفراني على غيري ده بيسبق حياتي وحياة أسرتي بجمال إيه ربنا. الكلام ده المفروض دي سيرتنا، دي حياتنا، لان احنا مش في شركه ماديه ولا شركه استثماريه، احنا في شركه ابديه، والشركه دي وحدها المسيح موجود فيها. اللي عمال ينفر ويتكلم ويشهر وهو وهي ده بينزع المسيح من جوه الايه الحياه، وليها بقى كونسيكونسز خطير. فآه بيوتنا مش مثالية، أنا مش مثالي في بيتي، حضرتك مش مثالية، حضرتك مش مثالي، أنا عندي ضعفات، كلها عندي ضعفات، إنما الحب الحقيقي إن أنا أحتمل وأصبر وأتكيف وأستر وأعيش عشان أرضي المسيح. فلازم ناخدها بالمنطلق ده، صعب صعب، مين يسندني؟ اللي عنده القدر. تفضلي إيف. لو أنا عندي كلية صعبة وأنا دخلها هبذل مجهود، هقرأ، هدور، هبحث، مش هفضل أحتمل ومش عارفة أتغاضى وعدي الدنيا، لا، ما أنا محتاجة برضو على الأقل أقوم الطرف اللي معايا. يعني أنا محتاجة أقرأ كتير،
أسأل كتير ممكن أتكلم على فكرة أساعده. نقاوم الطرف اللي معايا دي مش هقول نقاوم مش قصدي يعني إن إحنا نربي الطرف الآخر أنا قصدي أنا عايزة أقرأ علشان ميبي هو مش حاسس فإن أنا أقدر أساعده ونتخطى هذه المحنة نساعده لازم أقرأ لازم أقرأ عشان وأسأل لو في حد دارس كويس جدا ألجأ له ما تكسفش وأقول له إن إحنا عندنا مشكلة حتى لو الطرف الثاني مش عايز يبين أو يسأل أو يقول إن هو عنده مشكلة شريكه الثاني يروح بينه وبين أي حد دارس وفاهم يطلب المشورة مساعدة مش إن يفضح الطرف الثاني كلام مظبوط جدا أنا محتاجة جدا. أعرف ممكن أتعامل إزاي عشان نوصل إحنا الاثنين أمسك بقى حتة أعرف أتعامل إزاي دي افتكروا للرحمة عن المؤتمر قلنا التغيير يبدأ منين أنا لما أتغير هعرف أتعايش صح هعرف أتعايش صح مع غير أوقات بقى التركيز على التغيير على غيره ده أخطر حاجة إنما لما أنا أتغير أبقى عندي طولة بال أكتر رحمة أكتر شفقة أكتر احتمال أكتر هتشبه بالمسيح اللي محتملنا إحنا شخصيا مفيش تعليق بعد اللي وتسابونا قاله بس أقول كلمة صغيرة مين فينا مفكري في الكلمة دي كل واحد فينا تفكر مش توماتايز من حاجة توماتايز يعني عنده تروما كبيرة أو سكار جرح لسه بينزل حد دلوقتي بسبب حاجة حصلت معاه وهو صغير بسبب تربية غلط اتربها بسبب مواقف عملها واللي حصل زمان لسه مأثر عليه ومأثر في كيانه وفي طريقته ويمكن تربيته لأولاده كمان فتعالوا تعالوا نشوف الطرف اللي قدامنا سواء كان زوج أو زوجة بيك توما خديها كده هي إذا بيت ويلي ده مريض مش بقول مريض نفسي لا مريض ومحتاج علاج وأنا كمان محتاج علاج فتعالوا نطبطب على بعض ونداوي بعض ونعالج بعض بس الطرف اللي بيهرب هو مش عايز يهرب هو نفسه يواجه يعني الطرف اللي بيهرب ده مش بيبقى أمنية حياته ده هو بيبقى he's actually need إن هو نفسه بس مش عارف يعملها مش عارف يعملها عشان هو خايف عشان هو خايف وعشان هو توماتايز من حاجات كتير حصلت قبل كده ساعات مثلا عارفة أنت هتتكلمي في موضوع مع جوزك وعارفة أنا هيقولك لا فتيجي أول ما تتكلمي يقولك لا خلاص مش هتيجي تفتحي الموضوع المرة الجاية هتقيه ما أنت عارفة الإجابة يعني زي مواقف اللي حصلت بيكي فممكن يكون الطرف اللي بيرجع ورا قوي قوي ده وبيخلي العلاقة very superficial he's traumatized from the other partner بلاش ما حبش partner from the other يعني husband or wife reaction يعني ممكن أنا أكون السبب في إن أنا مخليه جوزي كده أو ممكن حضرتك تكون السبب اللي مخلي مراتك كده يعني إذا كان حد بيشتكي إن هو فعلاً طفل قدامي بيواجهش ده هو مرعوب منك ده هو يعني نفسه يقول أنا مش عايز أتكلم معاك خالص مش عشان هو مش عايز يتكلم أو مش حابب يتكلم بس هو الكلام بيروح في الاتجاه اللي هو مش عايزه فهو شايف الـ end of conversation وبيتجنبها ما هو لو حد لو أنا بتكلم مع حد وشايف end of conversation والحوار لذيذ ولطيف وسعيد فأنا مش عايز أخلص كلام ده أنا أتكلم للصبح ونفتح موضوع ونخلص موضوع وافتح قلبي بجد لكن لو أنا شايفة بالخبرات السابقة end of conversation dark لا ده أنا ههرب وههرب واجري وأنا لو منه ههرب واجري وأنا لو منها ههرب واجري فجزء من اللي بيهرب وبيجري وما بيواجهش ساعات مش كل الأسباب طبعا الدنيا مختلفة بس one of the reasons he can see end of conversation end of tunnel زي ما بيقول فخلينا نطلع من الموضوع بتاع النهاردة أنا ممكن أعمل إيه عشان أتغير بلاش أبص للطرف التاني هيعمل إيه أنا لو اتغيرت يمكن لو غيرت end of conversation يمكن اديته high expectation اديته تشجيع يمكن هو نفسه صغيرة قوي يمكن الطرف التاني اللي بيهرب حاسس انه صغير في عينين اللي قدامه شايف الطرف التاني مستقوي عليه حاسس انه هو مش واخد البوزيشن بتاعه في البيت مظبوط فبيهرب مش عايز يواجه لانه عارف نتيجة المواجهة انه هيطلع غلطان ومش عايز يطلع غلطان ما
ما هو كل حاجة ليها حاجة يا جماعة. يعني الموضوع مش خناقة مين هيكسب فيها، لا، أنا زي ما قلنا بنبص لتحت، هو ليه بيهرب أو هي ليه بتهرب؟ بتهرب عشان عارفة إن جوزها هيغلط، ولو اتكلمت وفتحت قلبها هيمسكها عليها، وفي الخناقة الجاية سلخ. طب ما خلاص، طب وأنا أتكلم ليه؟ ما أنا عارف اللي فيه. لكن أنا لو أنت كزوج وسعت قلبك سمعت منها وما عيرتهاش المرة الجاية، وما خزنتش في الميموري الساعات، الحتة دي في الستات أكتر بصراحة، تخزن في الميموري، الرجالة يعني عندها شوت ميموري مش كلهم، تخزن في الميموري وتديها المرة الجاية، ما تتوقع؟ هتتوقع أنه يقعد، لأنه حابب أنه يقعد، وهي حابة أنه تقعد وتسمع. فرقم واحد، اتكلم أو اتكلمي، بلاش حتة الذات العالية، وبلاش حتة، ولو الأسلوب ده نفع في وقت مش هينفع على طول، عالجي المواضيع من الروت بتاعتها، ما تاخديش المواضيع كده، لأن مش دي الطريقة اللي هتنفع. يعني بلغته، لو أنت بتحب الطبطبة هو ما بيحبهاش، هو عايز عقل العقل، هو عايز خدمات، هو عايز تشجيع، هو عايز احترام، فتكلمي بلغته لما تيجي تتكلمي، خليكي ذكية وتكلمي بلغته، تتكلميش بلغتك. تالت حاجة، اهتم. يعني ايه اهتم؟ تخيلوا في خناقة، يعني ما بحبش أتخيل الموقف، بس تعالوا نتخيله بصورة لايت يعني، وواحد بيكلم مراته وفتح رشاش كلام، هل بيكلم هو الكلام ده وهو بيبص في عينيها وقريب منها، ولا بتلاحظوا ان الكلام بيبقى دايما عن بعض؟ ما يقدرش يبص في عينيها هو فتح رشاش مكانها. جميل، very good point. ما يقدرش يبص في عينيها وهو فتح رشاش، ده حقيقي، لازم يعني يقولوا مثلا اوضه تانية ويزعق، يا يبعتوا في مسج، يا هيقولوا واتيفر، بس ما يقدر، وهكذا بالنسبه للست يعني، ما تقدرش تبص في عينين جوزها وتقول الا لو عملت كده يعني تبقى مش عارف تبقى ست قويه شويه، بس يعني احنا مش كده، نشكر ربنا. بس بتلاحظوا ان لما حد يتكلم بطريقه مع حد ويقول كلام صعب، ما بيبقاش فيه اي كونتاكت، ما بيبقاش فيه اي كونتاكت خالص، بيهرب وبيقول اللي هو عايزه، واتيفر بقى هو عايز يقول ايه. لما تيجوا نتعود في كلمتين كده مضايقني وعايزه اقولهم، ما اكيد الكلام هيتغير لو انا قربت منه وابتديت اقول له الكلام، مش لازم هبص في عينيه بحب وهيمنه، لا، اكيد تون، وكذلك الراجل يعني اكيد التون الصوت هيتغير، اكيد الكلام مش هيطلع بنفس القسوه. طبعا ده ما ينفعش في كل المواقف، انا بتكلم يعني في المواقف اللايت، في مواقف لو ايه برضو دي من نقط، ده مش عايزين اي كونتاكت خالص، عايزين كونتاكتلس. تمام. رابع حاجه، اتاكد ان الرساله اللي انت بتبعتها وصلت صح. كتير قوي ميس كوميونيكيشن بيحصل ما بيننا، صح ولا انا غلطانه؟ انت كان قصدك حاجه، وصلت له حاجه، اتعملت حاجه ثالثه خالص، لان انا اما بدي رساله اتس ماي ريسبونسابيلتي ان انا اوصل الرساله صح. فحاجه مهمه قوي ان انا وانا بدي رساله وانا بتكلم اقول الموضوع اوصله بطريقه صح، اتس ماي ريسبونسابيلتي ان انا اوصله بطريقه صح. خامس حاجه، ابتكر. يعني ايه ابتكر؟ يعني كتير قوي من معاملاتنا او الرياكشن اللي بيحصل 7% بتبقى منها من الكلام، 41% من نبره الصوت، 52% من لغه الجسد اللي انا بعملها. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لكم يا جماعه هنتكلم النهارده عن الفرح، لازم نكون كلنا فرحانين، الفرح حاجه مهمه جدا في حياه الاسره، يا نهار ابيض، انا اكتئبت. ده انا وانا بقول الكلام ده انا مش قادره اكمله، نبره صوتي كئيبه، ست كئيبه فعلا، البادي موشن بتاعي ما يتوصفش، الكلمات ما حدش مصدقها، صح ولا انا غلطانه؟ فنبره الصوت بتفرق، ممكن نبره صوتي في موضوع معين توصل لاكشن تاني خالص، يعني ممكن الكلام يكون بيتقال بطريقه وهي مينز انذر، واحنا في الستات عندنا يعني اللانجوج عندنا لها اكثر من معنى، يعني ممكن واحده داخله بتقول مساء الخير بطريقه معناها جو شكل، واحده تانية بتقول هاي ولا وحشتوني بطريقه مش طايقاكم، واحده تانية فعلا جينيون بتقول فعلا،
وحشتوني ازيك مش بتقولها من قلبها فبتتحس. فاحنا نحاول نبتكر شويه يعني نخلي حاجاتنا، انا بحب كلمه جينوين دي، بحس انها فعلا يعني جينوين دي يعني حقيقي، نخلي حاجاتنا حقيقيه بلاش فيك كوميونيكيشن. انا عايزه افتح موضوع او كنا متخانقين وبعدين قررت ان انا ارجع او قررت ان انا اقول سوري، مفيش حاجه اما ادخل اقول هاي ازيك وحشتيني اقولها جينوين، يوم يحس اه ده في مجال اهو للكلام، مش لازم ادخل مبوزه مديه البوز الشبر ومش عارفه ايه ونفتح الموضوع. يعني في حاجات كده لايت بتتعمل في توصل رساله وفي نفس الوقت بطريقه نايس وبطريقه لطيفه وبطريقه شيك وبطريقه يعني ليديز واي. يعني بالنسبه للرجاله نفس الموضوع، يعني ممكن برضو بطريقه ما يفتح موضوع وبطريقه ما يقفل مناقشه. فكرجاله كان المفروض ماجد يتكلم عن الجزء ده، بس يعني اعتقد برضو ليهم طريقتهم يعني. طيب يبقى دي كده مهارات الارسال، يبقى نفتكرها كده مع بعض. ممكن نفتكرها رقم واحد اتكلم، رقم اتنين بلغته او بلغتها، رقم تلاتة اهتم، رقم اربعة اتأكد ان الرسالة وصلت صح، وصلت بالمينينج اللي انا عايزاه، رقم خمسة ابتكر واخلي نبرة صوتي، اخلي البادي لانجوج بتاعي سبورتيف للكلام اللي انا بقوله. طيب انا كمستقبل بقى، دي كده انا برسل المستقبل بقى انا اعمل ايه؟ احنا ليه بنركز على الكوميونيكيشن؟ لان الكوميونيكيشن هي سر هابينس والفرح بتاع اي بيت. اي بيت تلاقيه فيه نكد او زعل، او مش بتكلم ناحيه السبريتشوال، طبعا السبريتشوال دي حاجه يعني ما ينفعش اتكلم فيها في وجود ابونا، بس هتلاقي كده، هتلاقي الكوميونيكيشن ما بينهم يا اما فيك كوميونيكيشن، يا اما كولد كوميونيكيشن، يا اما مس كوميونيكيشن، يا اما ما فيش كوميونيكيشن. يعني حاجه من الاربعه، يا كولد يا فيك يا ما فيش كوميونيكيشن يا اما مس كوميونيكيشن. دكتور ميشيل بيقول لي الوقت خلاص، فحاضر ممكن 5 مينتس واقفل خلاص، ما فيش 5 مينتس. اوكي مهارات المستقبل نكررها المره الجايه. طيب إيه، لا مش هطول عليكم عشان احنا طولنا في الموضوع، بس كان في حاجات كتير قوي، بس نفسي اقول لكم حاجه يعني اختم بيها الموضوع. لما نسمع كويس، هلخصهم في دقيقه دكتور ميشيل وهقفل الموضوع. ما ينفعش تكون مراتك بتكلمك وانت فعلا مش منتبه. الموضوع ده مثير جدا لاي واحده ست، انا كست بتضايق منه. ما ينفعش تكون بتقلب في الفيسبوك وانت يا 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 اوكي ما ينف... يا حتى دي كلمه يعني لا ما... لا يعني put the phone down please، بصلي، اتكلم معايا، اعمل اي كونتاكت ونتكلم. نتكلم روح لروح، نفس النفس، مش بنتكلم يعني انا في احساس ان البيوت حتى ما بقيناش نبص لبعض ونتكلم ببعض مع بعض فترات طويله، يعني الموضوع كله بقى كولد زي ما بيقولوا. افهم وراء الكلام. انا بتعجبني قوي الحته دي، اما واحده تقول لجوزها انت قاعد على الفيس ليه، هو بيفتكر لها انا قاعد على الفيس، حرام عليك ده انا لسه راجعه من الشغل ولسه يا دوبك 5 دقايق. افهم ما وراء الكلام. هي مش بتقول لك انت قاعد على الفيس، هي بتقول لك انت وحشتني وما قعدتش معايا النهارده خالص. يا جماعه الستات صعبه تتفهم، صدقوني هي فعلا ساعات فعلا الغاز حقيقي يعني، بس افهم ما وراء الكلام. ولو جمله اعتراضيه جت في النص doesn't mean anything، فكر في اللي وراها، خليك انت سمارت، افهم هي بتقولها ليه. ده انت عمرك ما خرجتني مثلا، لا يا جماعه ده احنا لسه خارجين الاسبوع اللي فات وعاملين باربيكيو و20 واحد كانوا عندنا في بره، ومش يعني ايه عمرك ما خرجتني، لا انا احنا خارجين مع بعض كل اسبوع. هي مش قصدها عمرك ما خرجتني، معناها عايزه اخرج لوحدي معاك من غير زحمه. افهم ما وراء الكلام، وانت وستات كذلك افهمي ما وراء الكلام، هو عايز يقول ايه. الذكاء في الموضوع ده يعني مهم قوي. اخر حاجه يا دكتور عشان ما اطولش، رد على المشاعر بمشاعر وانت ردي على المشاعر بمشاعر، ما تردش على المشاعر بمنطق. انت عارف انا مش دكتوره، دكتوره رندا تبقى معانا احسن في الموضوع ده، ودكتور ميشيل في فص كده بيقولوا مشاعر وفي فص حركات صح؟
تقريبا يعني على قد ما انا صيدلانيه ما افهمش في الحاجات دي. بس لو هي بتكلمك بالفص اليمين ما تهضش بالشمال بليز. لو هي بتكلمك بمشاعر بليز ريسبوند باك بمشاعر. ما تبقاش هي مقهوره وبتتكلم كده وانت لا ما انتي الغلطان، مع انها فعلا غلطانه وعايزه وفعلا عايزه الضرب، بس ما ينفعش ترد عليها مشاعر ملتهبه وانت ترد عليها لا انتي غلطانه، ترد عليها بمنطق والعكس. واحده بتعيط ومش عارفه ايه وجوزها، الزوج ما بيعيطش او الرجاله ما بتعيطش بس بتنفعل صوتها بيعلى، تقوم انت تقولي له ايه ده ايه يعني ولا لا. acknowledge his anger acknowledge his anger، لازم تقولي له انت فعلا عندك حق في اللي انت بتقوله، وتجاوبيه بنفس ليفل المشاعر. ساعات الاكنولجمنت اللي جوزك بيعملها لك تنزل على القلب كده حته تلج ترطب، زي ما تشتكي لواحده كده مثلا ديك وتقول لك لا انت ما عملتي، يعني مشاعر تترد بمشاعر، منطق يترد بمنطق. ما ينفعش واحده ملتهبه وزعلانه من حاجه قد كده، انت في نظرك شايفها ست يعني ايه اللي بتقوليه ده، بس شي نيد تو بي اكنولدج. ما ينفعش تهيف منها، ما ينفعش تقول ايه اللي انت بتفكري ده، سوري انت مش ست عشان تفهم مشاعرها، وانت مش راجل عشان تفهمي غضبه. ممكن حاجه مثلا someone didn't give him respect، فده بالنسبه له حاجه كبيره، حصل كونفليكت مع واحد في الشغل قلل منه، هو جاي منفعل على الموضوع ده وانت بتردي عليه ما عنده حق، هو عمل ايه ده بس بعت لك ايميل ولا سي سي وقال لك كلمتين كده ما يستاهلش يعني الموضوع. لا ردي بنفس اللي بيتكلم بالفص اليمين ردي عليه باليمين، تتكلم بالشمال ردي عليه بالشمال. انا طولت عليكم انا اسفه بس الموضوع كبير، وميرسي ان انتوا احتملتوني. سكوني سلام.